Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi je vais très bien. Ana ktir mliha. Vous m'avez manqué. Yani jtaqtilkom. Je suis votre prof de français, Carole. Et je vous attends. Yani ana bintizarkom. Bana nitaallam ktir ishya bihadi alhalqa. Min minkom yitzakkar bilhalqa almadi shu taallamna? Taallamna le phonème 1, bravo. Metel poussin, ou coussin, ou moulin, ou chemin, ou ktir kalimat. بهيدي الحلقة رح نتعلم شي تاني. أنا نسيت خبركن إنه أنا قبل ما تبدأ الحلقة كنت مشغولة كتير، كنت عم بكتب رسالة، يعني une lettre en français، لأنه صديقتي يلي عايشة en France بفرنسا ببعث لها دايما دي lettre. بحب كتير أكتب لها دي lettre غير إنه أحكيها على التليفون أو أبعث لها إيميل. بحب كمان أكتب lettre وأبعثها بقلب ظرف، يعني ب envelope. بس بدي لكم شيء أصدقائي، تنبعت انفلوب على بلد تاني لازم نكتب العنوان كتير واضح ليوصل مزبوط، وكمان لازم نلزق عليه شيء. هيدا الشيء هو يلي أنا حملته بإيدي، بيقولوا له بالعربي الطابع، الطابع المالي. ان فرانسي منقول له ان تيمبر بوست، أو فينا نقول كمان تيمبر، لو تيمبر. تيمبر سي ان نوم ماسكولان. وأنا لما انتهيت من كتابة اللاتر، يعني الرسالة، أكيد وحطيتها بالانفلوب بالظرف، لزقت عليها لو تامبر. تعرفوا إنه كل بلد في عنده تامبر لإله. شفتوا؟ حدا منكم شايف تامبر قبل؟ بدي إلكم تنتبهوا كتير، إذا أهلكم عندهم دي تامبر بالبيت ما تلعبوا فيهم، لأنه لي تامبر منشتريهم، ما فينا نحن نعملهم. وإذا لاحظتوا هن شيء تمين، يعني شيء أوفيسيال، وبينحط على كتير مستندات خاصة بالماما وبالبابا، بدنا ننتبه لهم كتير، إذا شفناهم نعطيهم إياهم دغري. هيدا لو تامبر. تامبر هي كلمة بتتضمن صوت، وهيدا الصوت نحن بنعرفه أن تامبر. مزبوط، نحن تعلمنا بالحلقة الماضية لو فونيم أن، تعلمنا إنه بنكتبه إي إن. بس بدي خبركم سر، ان سكري، انه كمان فينا نكتبه بغير طريقه، فينا نكتبه اي ام. اي ام كمان بسمعوا ان. طيب هلا بدكم تقولوا لي انه انا كيف بدي ميز اذا بكتب اي ان او اي ام؟ لازم احفظهم؟ فيني ما احفظهم، فيني بس اطلع شو في حرف من بعده. اذا كان في حرف بي او بي بكتب اي ام، احفظوا منيح، بي بي، هول الحرفين بس بيعطوني اي ام، وبسمع بذات الطريقه لو فونيم ان. اذا مين منكم بده يقول لي بكلمه تامبر الطابع لو تامبر، او لكون بكتب اي ان او اي ام؟ تامبر في بي، اكيد بدي اكتب اي ام. ونحن بهالحلقه رح نتعلم كلمات تتضمن لو فونيم ان اي ام، يعني في من وراها اكيد اكيد او بي او بي. جاهزين؟ جاهزين لحلقتنا؟ رح ننطلق، بس بالبدايه رح نسمع اكيد الالفابي فرنسي. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui! Les connais-tu? A. Avion. B. Bateau. C. Cochon. D. Comme dé. E. Éléphant. F. Comme fleur. G. Girafe. H. Hibou. I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nous. O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. رجعنا أصدقائي، ونحن بهيدي الحلقة
رح نكمل يلي تعلمناه بالحلقة الماضية. شو تعلمنا بالحلقة الماضية؟ لو فونيم ان. بدنا نتذكر مع بعضنا كيف بنكتب ان. اي ان، برافو. اي ان مع بعضهم بيعطوني لو سون ان. نرجع نتذكر اي ان، نتذكر كلمات تتضمن هيدا الفونيم مثل ان لابان، برافو. ان لابان. مين بعد بده يذكرني بكلمه ثانيه؟ خلوني احذركم، انا رح اقولهم بالعربي وانتم بدكم تقولوهم ان فرونسي. الطاحون او المطحنه. ان مولان، برافو. ان مولان. بعد بدي احذركم كلمه ثالثه، الصوص. شو بنقول له؟ ان بوسان، برافو. ان بوسان. كوسان يعني صوص. طيب كوسان شو يعني؟ كوسان يعني مسودة، برافو. هن كلمات شفناهن بالحلقة الماضية، بس حلقتنا لليوم بتحكي عن لو فونيم ان لما بنكتبه افيك اي ام. مين بده يذكرني؟ مين بده يذكرني انا اي متى بكتب اي ام؟ وكيف بميز اذا اي ان او اي ام؟ عندي حرفين بدي اطلع من بعده، ابخي، حرف البي وحرف البي. رح اذكركم بشكلهم، سي لا لتر بي، الالفابي بنقول ا بي، اي سي لا لتر بي. هودي الحرفين لما بينوجدوا ورا من بعد الصون ان، دغري بدل ما اكتب اي ان بكتب اي ام. واول كلمه رح نكتبها سوا هي الطابع، الطابع المالي بنقول له ان تامبر. شوفوا كيف نكتب ان تامبر، ان تامبر. انا وعم بكتب بدي دائما انتبه لما بكتب تامبر، وانتبه انه في عندي ان بي، دغري دغري اكتب اي ام. ان تامبر. ونحن قلنا انه لو تامبر هو شيء مهم، مهم ان فرونسي يعني امبورطون. ان تامبر امبورطون. شوفوا كيف نكتب امبورطون، امبورطون. بس قول لحدا سي امبورطون يعني مهم، هذا الشيء مهم. ان تامبر امبورطون. انا ليه كتبت اي ام؟ برافو، لانه عندي لا لتر بي، اذا بكتب اي ام. امبورطون يعني مهم، امبورطنت بالانجلش، امبورطون. فيني اقول ان اكزرسيس امبورطون يعني تمرين مهم، ان كايي امبورطون دفتر مهم. امبورطون يعني مهم. ان تامبر امبورطون، طابع مهم. وغيره وغيره من الكلمات رح نتعلمها بحلقتنا كمان اليوم، بس هلا رح خليكم ترتاحوا شوي من الكلمات يلي تذكرناهن واللي تعلمناهن بفقره رح تحبوها ورح ارجع لكم. وبس ارجع بدي اعلمكم او بدي افسر لكم اغنيه جديده، une nouvelle chanson. جاهزين؟ يلا هلا بنرجع. Un raisin. Un sapin. Un poussin. Un dauphin. Un timbre. Le matin. مثل ما وعدتكم، je suis devant le petit tableau. على البيتي تابلو، je vous ai accroché. علقت ورقة.
وهيدي الورقة مكتوب عليها كلمات لنوفل شانسون، الأغنية الجديدة يلي رح نتعلمها اليوم. لحنها كتير كتير حلو وكلماتها كتير مهمين. شو يعني كلمات مهمين؟ دي بارول امبورتانت. امبورتانت لأنه فيمينان، لو قلنا امبورتان كان للمسكولان مثل ان تامبر امبورتان، بس إذا فيمينان une parole importante، des paroles importantes. هلا انتم جاهزين لنبلش بالاغنيه؟ رح اشرح لكم اياها. الاغنيه عنوانها لي ميتيه. لي ميتيه، بتعرفوا شو يعني ان ميتيه؟ يعني وظيفه. كل واحد منا عنده وظيفته. في عنا كثير وظايف، شو بتعرفوا من الوظايف؟ تذكروا حواليكم الناس شو بتشتغل. في عندي لحام، ان بوشي، في عندي مثلا بائع الخبز لو بولانجي، الطبيب لو ميدسان، المعلمه لو بروفيسور او لانسينيان، وكثير 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 من الوظائف. بهيدي الاغنيه رح نتعلم عدد صغير من الوظائف، بنقول لهم لي ميتيه. جاهزين؟ رح نبلش. كان جو سوي مالاد جو في شي لو ميدسان. malade كلمه شفناها قبل. quand je suis malade يعني عندما اكون مريضا. quand je suis malade يعني لما بكون مريض. malade يعني sick يعني مريض. وانا بروح. je vais يعني اذهب chez le médecin. اول وظيفه هي le médecin. médecin نحن شايفين هيدي الكلمه قبل. médecin يعني الطبيب. هيدا كان اول وظيفه. Quand je veux du pain. Quand يعني عندما. Quand je veux يعني عندما أريد du pain. Le pain يعني الخبز. وين منروح بس بدنا خبز؟ Je vais chez le boulanger. Le boulanger الخباز، بائع الخبز. إذن لما بدي اشتري خبز، quand je veux du pain, je vais chez le boulanger. قولوا بعد مرة boulanger. كثير مهم تحفظوا هول الكلمات مع بعضهم، يعني احفظوا مالاد ميدسان. مالاد مريض، بس كون مريض وين بروح؟ شي لو ميدسان. كان جو فو دو بان، بتذكر الخبز لو بان، بولانجي بان خبز، بولانجي يعني الخباز. رح نكمل. لو بوشي. بوشي كلمة بتشبه بوش، بوش يعني الفم، بس ما إلها علاقة أبدا بالفم. Le boucher شو بيبيع أقولكم؟ vend يعني يبيع de la viande يعني اللحم. اللحم نحن بس بدنا نعمل أكل بيتضمن فيه لحمة، بدنا نروح أكيد عند الملحمة، عند اللحم. واللحم هو يلي بيبيع اللحم، بنقول له en français le boucher. انتبهوا ما تضيعوا بين boulanger وboucher. boulanger هو اللي بيبيع le pain يعني الخبز. برجع بعيد، مالاد مريض، وين بروح؟ شي لو ميدسان الطبيب. تاني وظيفة قلنا بس يكون بدي دو بان خبز، وين بروح؟ شي لو بولانجي يعني اللي بيبيع خبز. وبس بدي لحمة دو لا فياند، بروح شي لو بوشي. اي لو فارماسيان، سامعين شي كلمة فارماسي؟ فارماسيان، لا فارماسي هي الصيدلية، يعني المكان اللي منبيع فيه الدواء. اي لو فارماسيان دي ميديكامون. نحن قلنا ببداية الجملة لو بوشي فان دو لا فياند اي لو فارماسيان دي ميديكامون، يعني كأنه عم بقول انه البوشي يبيع اللحم اي لو فارماسيان يبيع، بس بدل ما عيدها مرة ثانية ما قلتها، بس هو بيبيع أدوية. دي ميديكامون، ميديكامون يعني الأدوية. Le berger prend soin de son troupeau. Le berger يعني الراعي. والراعي هي وظيفة. الراعي شو بيعمل؟ بينتبه على التروبو، يعني على الخراف اللي معه أو الشيفغ العنزات. يعني هو كل الوقت بينتبه لهم، بيدهرهم، بيسقيهم، وهيدي وظيفة وهيدا شغل متعب وبيتطلب منه كتير مجهود. الوظيفة إذن اللي شفناها من بعدها هي le berger. ولو بعد مرة le
برجي. آخر جملة بالأغنية بتقول كل جوا، نحن كتير عم نشوفها هيدي كل جوا، يعني هيدا الشي كتير بيفرحني. كل جوا ديمي، إيمي يعني أحب. لما أقول لحدا جو تام يعني أحبك، I love you. كل جوا ديمي يعني شو حلو إنه نحن نحب سون ميتي، إنه كل إنسان يكون بحب وظيفته. بتعرفوا لتقدروا كل يوم تروحوا على الشغل لازم بتكونوا بتحبوا يلي بدكم تشتغلوا. رح ارجع اقرا مره واحده كل الكلمات. لي ميتيي. كان جو سوي مالاد جو في شي لو ميدسان. كان جو في دو بان جو في شي لو بولانجي. لو بوشي فان دو لا فياند، لحم. اي لو فارماسيان، صيدلي، دي ميديكامون، الأدوية. لو بيرجي، الراعي، بران سوان دو سون تروبو. كل جوا، آخر جملة بتعبر عن الفرح. كل جوا ديمي، إنه نحب سون ميتيي، إنه كل إنسان يحب ميتيي تبعوله. حبيتوا الأغنية؟ فيكن تفكروا كل يوم شو حابين تشتغلوا بس تصيروا كبار، وتسألوا بعضكم. هيك طريقة جديدة لتلعبوا بالبيت. أما هلا أكيد ناطرين تسمعوها للشانسون، وأنا كمان بدي أسمعها معكم. Quand je suis malade, je vais chez le médecin. Quand je veux du pain, je vais chez le boulanger. Le boucher vend de la viande et le pharmacien des médicaments. Le berger prend soin de son troupeau. Quelle joie d'aimer son métier. Quelle joie d'aimer son métier. رجعنا أصدقائي للفقرة الأهم. ليش أهم؟ لأنه من خلالها منتعلم أكتر شيء عدد كلمات لازم ضروري ضروري تكونوا عم تكتبوهم، لأنه أكيد رح تنسوهم. جاهزين؟ هلأ أكيد حلقتنا تحكي عن الفونيم أن لما بكتبوا إي أم، بس أنا كمان حبيت بهيدي الحلقة علمكم كلمات جديدة كمان منسمع فيها أن، تتضمن الليلاتخ إي أن، يعني إي أن وإي أم. فيكن تحطوا مثل ما علمتكم بالمرة الماضية، تقسموا الدفتر على النص، تحطوا من جهة الكلمات يلي منسمع فيها أن ومنكتبها إي أن، ومن جهة تانية اللي منسمع فيها أن ومنكتبها إي أم. جاهزين؟ أول كلمة رح نشوفها هي كلمة جديدة أكيد. الصباح. الصباح منقله لو ماتان. لو ماتان يعني الصباح. لو ماتان. شو منقول الصبح لما منتلقى بحدا؟ بونجور. بتعرفوا انه هيدي الكلمة كتير بتتردد، وهي كلمة فرنسية بتقولوها كتير بس ما بتعرفوا، مثل جود مورنينج يعني. بونجور هي الكلمة منقولها في الصباح، وان فرانس بفرنسا بيستعملوها كل نهار، يعني بيقدروا يلتقوا ببعضهم بالليل كمان ويقولوا بونجور. بالبعض البلدان العربية بيميزوا شوي، بالصباح بيقولوا بونجور وبالليل بفضلوا يقولوا بونسوار. ليه؟ لأنه لو ماتان بونجور كأنه جور، إنه طلع الضو وبلش نهار جديد، ان جور يعني نهار، وبونسوار لأنه كلمة سوار يعني المساء، يعني كأنه عم قول مساء الخير. لو ماتان، لو ماتان يعني الصباح. برجع للكلمة، شوفوها منيح، كلمة كتير سهلة. ماتان، ام ا تي اي ان، اي ان مع بعضهم لانه بدي اسمع فيهم من خلالهم ان، هن بصيروا اصدقاء بيلقطوا ايدين بعضهم ومع بعضهم بيعطوا هيدا الصوت. لو ماتان يعني الصباح. كتبتوها؟ رح تابع. جو كونتينيو افيك لو دوزيام مو. شو شايفين؟ اكيد تذكرتوها. انا عم برجع اذكركم بكلمات ماضيه، ويلي ما لحق أو ما شافها بالماضي بحلقات قديمة بيقدر هلأ يتعلمها. أن سابان هي شجرة عيد الميلاد. فيني أقول لو سابان. من هيك على عيد الميلاد منقول لو سابان
de Noël. El milad, yani Noël, Christmas. Un sapin. شوفوا sapin تنتهي ب IN بسمع un وبكتبها IN. Le sapin. شوفوا S A P I N. Un sapin. وانتو بتعرفوا le sapin de Noël نعمل له décoration يعني منزينه avec des boules. Boules, des boules. Des boules multicolores, يعني كتير فيها ألوان. Avec des lampions, يعني كمان بالإضاءات, بالأضوية, بالضوء بالطفي. Un sapin. تحتابع. عندي هون كلمتين. مين منكم حذرهم طلعوا كتير منيح لأنه يلي كتب ببداية الحلقة يلي كتبته على التابلو هلأ أكيد حذر. أنتوا شو شايفين بالصورة؟ طابع. هيدا طابع مالي مختلف عن اللي فرجيتكم ببداية الحلقة لأنه هيداك الطابع كان طابع لبناني هون طابع جاي من فرنسا un timbre برافو طابع يعني timbre important أنا كتبت important لسببين تتذكروا أنه important يعني مهم وتتذكروا أنه كل ما يكون عندي ب أو ب ما بكتب إن بكتب إم وبلفوز أن أن تامبر أمبورتان جو كونتينيو الكلمة الما قبل الأخيرة لليوم هي أن غيزان غيزان يعني عنب ونحن شايفينها بالحلقات الماضية أن غيزان هيدي اللي شايفينها العنقود منقله une grappe de غيزان يعني عنقود من العنب أن غيزان أما الكلمة الأخيرة كمان بسمع فيها أن وبآخر الكلمة بشوف إي أن هي حيوان كتير كتير مهضوم هو كتير بحب الإنسان أن دوفان الدلفين هو نوع من الحيوانات يلي بتعيش بالمي أكيد ما فيها تعيش أبداً برات المي وكتير كتير بحب الإنسان ما بيأذي الإنسان أبداً أن دوفان هي شوي صعبة مثل ما شايفينها لأنه بسمع F بس ما بكتب F بكتب PH وبآخر الكلمة EN un dauphin كتبتوها؟ برافو هلأ وبما أنه وصلنا لآخر ولنهاية حلقتنا بدي أطلب منكم ترجعوا تتمرنوا عليهم كتير منيح تعيدون وترسموا حدهم وتلونون كرمال ما تنسوا أبداً الكلمات يلي تعلمناها بهيدي الحلقة وأنا أكيد ناطرتكم بالحلقة اللي جاية ما تنسوا تتواصلوا معنا على facebook.com/madrasati77kids Au revoir mes amis Quand je suis malade Je vais chez le médecin Quand je veux du pain Je vais chez le boulanger Le boucher vend de la viande Et le pharmacien des médicaments Le berger prend soin de son troupeau Quelle joie d'aimer son métier Quelle joie d'aimer son métier